عندنا مشكلة كبيرة جدا في مصر ألا وهي مشكلة الأدوية، وإزاي إن إحنا بنلاقي ناس كتير بتصرف أدوية مع نفسها، وصيدليات بتغش في الأدوية، ودكاترة أحيانا بيكتبوا أدوية مش مفهومة أو أدوية خاطئة، وكمان عندنا مشكلة كبيرة جدا في التخزين وتوافر أدوية وارتفاع أسعارها حاليا داخل مصر. دكتور أحمد صقر هو دكتور صيدلي كتب 3 بوستات على السوشيال ميديا، لكن تفاعل الناس كان صادم في كتير جدا من الكومنتات اللي كانت موجودة. أول بوست كتبه الدكتور أحمد كان من فترة طويلة، قدم فيه نصايح وختم كلامه باللهم بلغت فاللهم فاشهد. الدكتور أحمد كان بيقول في البوست بتاعه: يا جماعة في أدوية كتير مغشوشة بالسوق، طيب إيه الحل؟ الحقن أيا كانت تتاخد بالمستشفى، ممنوع تاخدها بالبيت أو الصيدلية عشان لا قدر الله لو حصل لك حساسية تتلحق. تاني حاجة، مفيش أي دواء يتاخد من العيادة أو النت، الدواء يتاخد من صيدلية واقف فيها صيدلي، وأكرر واقف فيها صيدلي وليس واحد من الناس اللي واقفة بتساعد الصيدلي. تتأكد قبل ما تمشي إن علاجك سليم ومش نازل منه نشرات غش من هيئة الدواء. أي حقن كانت بتتعمل أو أي حقن أيا كانت بيتعمل لها اختبار حساسية لا يقل عن نص ساعة. رقم 5، بلاش تجروا على الصيدليات اللي بتعطي خصم كبير على الأدوية، بتكون غالبا جاية من مخازن وغالبا مش مضبوطة، اللهم بلغت اللهم فاشهد. في البوست ده في ناس كتير جدا تفاعلت مع الدكتور أحمد وأخدوا النصايح من الدكتور أحمد، لكن بعد فترة وتحديدا من يومين الدكتور كتب بوست تاني قال فيه التالي: قال يا جماعة أي حد عنده تجربة سيئة من أي نوع حقنة ياريت يكتبها مع ذكر الاسم. ده البوست اللي كتبه الدكتور أحمد. لقينا بقى الكومنتات والناس جايه بتقول ايه وبتعلق بتقول ايه. لقينا مثلا اياد ارفق صوره لحقنه وكتب: دي اخدتها من كام يوم والدكتور اللي كتبها لي وعملت لي والدكتور هو اللي كتبها لي وعملت لي بعد ما اخدتها بدقيقتين اختناق وحساسيه ورحت على المستشفى وكنت بموت حرفيا. خلوا بالكم انا شفت الموت، بلاش حقن في البيت، الحقن بقت مغشوشه. تويته اخرى كانت بتقول: فعلا لسه صيدلي قايل لي ان في حد توفى بسبب حقنة مسكن، ويا لطيف. ده كان تعليق من فاطمة شريف. نور بتقول: الناس لازم تعرف الأمبول الأصفر اللي بيبقى على الحقنة المضاد الحيوي ده مخدر وما ينفعش يتاخد وريد، أما لو الأمبول شفاف فده عادي يتاخد وريد أو عضل مفيش مشكلة، لأني من فترة بعيدة جدا أخدت اللي هو الأنبوب الأصفر ده وريد وكنت بين الحياة والموت، وعلى فكرة كنت أخدها في مستشفى ومن إيد ممرضة كمان، ولكن للأسف حصل اللي حصل ده معاها. عصام بيقول: الحقن دي طول عمرنا بناخدها من غير اختبار حساسيه، اشمعنى اليومين دول؟ عشان المسؤولين عن شراء المواد الخام بيسترخصوا، بيشتروا من دول كل شنكان مش من دول كل شنكان مش دول مضمومه، هو شايف ان السبب في المسؤولين اللي بيشتروا بعض الادويه غير المضمومه. سعاد بتقول: ماما اخذت ثيوستاتايد مع ميليجا ادفانس، الاثنين ادويه اعصاب، حصل عندها ارتكاريا وجسمها كله اتحول الى بقع حمراء وكأنها لا قدر الله محروقة. ده برضو تجربة من التجارب اللي الدكتور أحمد شافها في الكومنتات بتاعته. صافي بتقول: سيفوتاكس رغم أن ابني أخذها كذا مرة قبل كده إلا أن الأشهر اللي فاتت تعب وجابت له بعدما أخذها خلت جسمه كله ورم وكان لونه أحمر وعينه نفخت، وقفتها الحمد لله، وكمان حصل له أكتر من كده لما أخذ تطعيم السنة ونص. برضه تعليق تاني من غاد بيقول: ونت كام 750، الدكتور كتبها لابني عنده 10 سنوات وفي الحقنه الرابعه بعد ما اخذها في نفس اللحظه وقع على الارض، جاله تشنج واغمى عليه لحظات وفاق الحمد لله. سالت الدكتور قال لي ممكن يكون كان خايف وقال لي كملي الحقن عادي. الكلام ده حصل يوم 8 نوفمبر. تعليق اخر باسم دواء اخر من علا بتقول: سيفاتراكسون عملت حساسيه لابني واختناق لولا ستر ربنا، والحمد لله كنا في المستشفى ودخل العنايه. برضو ناس تانية بتحكي تجاربها، مثلا نور الهدى بتقول: ابن اختي زوجي شاب عنده 23 سنه، مات من اسبوع، راح لدكتور واخد حقنه مضاد حيوي اكثر من نوع ومعدته اتخرمت وطلعت فضلات الاكل وفتح بطنه وطلعوا الفضلات ومات، وكان رايح للدكتور عنده دور برد عادي جدا. وزي ده عشرات التعليق الصادمه، وده اللي خلى الدكتور احمد يكتب بوست ثالث يحذر فيه من الحقن المغشوشة والمضروبة. قال في البوست ده: الرجاء بلاش الحقن دي الفترة الحالية، في منها مغشوش كتير وتسبب الوفاة. فولترين حقن، كيتولاك حقن مخازن، ديبوفيت مخازن غير مرخصة، يونيكتام شكل العلبة قديم، بيمافيست وريماتاسك و
سيفتريسكون وبكل التركيزات بتاعته. كل دي أدوية مفروض أنها ما تكونش أو ناس تاخد بالها منها الفترة الجاية. وقال الرجاء من الأطباء عدم كتابة هذه الأصناف من المضادات الحيوية في الفترة الحالية. للصيادلة لو جات لك روشتة بها أصناف المضادات الحيوية دي غيرها لمثيل أو غيرها لمثيل آخر، وممنوع شراء الأدوية من مخازن غير مرخصة أو بدون فاتورة الفترة اللي جاية. مهم الاحتفاظ بفواتير الأدوية والأمهات تخلي بالها. وده كان تحذير الدكتور أحمد لي كل الناس اللي بتابعوا على السوشيال ميديا عشان يعرفوا بالظبط الأدوية اللي هم بياخدوها فيها ايه وياخدوا بالهم كويس منها. وبنفكر الناس تانية يا جماعة الأدوية مش بنوصفها لبعض، ايا كان تشابه المرض بينك وبين صاحبك، انت حالة وهو حالة، لازم دكتور بنفسه هو اللي يوصف لك. وفي الصيدلية زي ما الدكتور أحمد برضو ذكر لازم تتكلم مع الصيدلي وليس الراجل اللي شغال مع الصيدلي.